نبدأ مع بعض فيديو جديد ونقول يا صباح الفل والياسمين على اجدع واجمد ناس في كوكب الارض كله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم خالد عبد الله في فيديو جديد وفيديو رايق كالعاده. ده اول فيديو من سلسله تسريبات، وفي السلسله دي ان شاء الله هنتكلم عن تسريبات الاجهزه الجديده، الايفون، سامسونج، اوبو، ريلمي، هواوي، اي تسريبات، تسريبات الايربودز الجديده، اي تسريبات هنتكلم عنها، اي تسريبات في العالم ان شاء الله هنتكلم عنها. والحلقات دي هتبقى فور فن كده، ممكن اصورها من اي مكان، مش شرط الاستوديو يعني، فهتكون حلقات رايقه كده. المهم النهارده ان شاء الله هنتكلم عن تسريبات الايفون 14. وقبل ما ابدا يا ريت ما تنسانيش باللايك الجامد، السبسكرايب الاجمد، الكومنت الحلو، صلي على سيدنا محمد لانه هيكون شفيع وشفاعك يوم القيامه. دي ليه دعوه حلوه من كل قلبك ان ربنا يوفقني. ويلا بينا نتعرف على ابرز تسريبات الايفون 14. اول تسريب معانا بخصوص النوتش. النوتش مش هيكون موجود في الايفون 14، ولكن مش في كل الاصدارات. النوتش الجديد هيكون فتحتين، فتحه للكاميرا في الجانب اليمين وفتحه في الجانب الشمال للفيس اي دي، ولكن ده هيكون بس في الايفون 14 برو والبرو ماكس. اما الايفون 14 و14 ماكس هيكون فيه النوتش القديم بتاع الايفون 13 عادي جدا، مش هيتغير. التسريب اللي بعد كده بخصوص الكاميرات، مكان الكاميرات الخلفيه زي ما هو ما اتغيرش، ولكن الكاميرات كبرت والبروس كبر والعدسات كمان اتغيرت، وبقى شكل الموبايل فخم بصراحه في التسريبات، احسن من الايفون 13. كمان المستشعر اتغير بقى بدقه 48 ميجا بكسل بعد ما كان ب 12 ميجا بكسل في الايفون 13. الكاميرا الاماميه جديده كليا وبقى فيها مثبت بصري. كمان التليفون بيدعم تصوير الفيديوهات بدقه 8K. اما بقى عن تسريبات الشاشه فمفيش معلومات كتير غير معدل التحديث بس. الايفون 14 برو برو ماكس هيكون 120 فريم، اما الايفون 14 العادي وماكس هيكون 90 فريم. في بقى تسريب عجبني جدا بخصوص الالوان، ويا رب يطلع صح. هيكون موجود لون برونزي، ويا رب يطلع زي ما هو في التسريبات كده، لون جامد جدا ورايق، وتحس انك ماسك حاجه حلوه قوي كده في ايدك. بالنسبه بقى للناس اللي مستنيه الايفون 14 ميني، فحب اقول لك ان مش هيكون في ميني السنه دي، وهيكون بداله الماكس، وهيبدا من سعر 899 دولار. التسريب اللي بعد كده وسائل اعلام كتير اتكلمت فيه بخصوص منفذ الشحن، هل هينزل لايتنج زي ما احنا متعودين ولا هيكون يو اس بي سي؟ ولكن بلومبرج هو اللي بدأ الموضوع ده وكتب في التقرير بتاعه ان التغيير ده مش هيحصل قبل سنة 2023، يعني ممكن نشوفه في الايفون 15 او 16، لكن الايفون 14 هينزل بنفس منفذ الشحن القديم بتاع ابل اللايتنج. بخصوص بقى البطارية، وانا عارف ان في ناس كتير جدا بيهمها موضوع البطارية، لان بطاريات ايفون مش احسن حاجة في الدنيا. معظم المسربين اجمعوا ان البطارية بتاعت الايفون 14 هتكون افضل بنسبة 20% من الايفون 13. نيجي بقى لتسريبات المعالجات. على عكس كل التوقعات، قبل كل سنة بتنزل كل الموبايلات بمعالج واحد، السنة دي الموضوع اختلف خالص، وهيكون في أجهزة بالمعالج الجديد بتاع أبل الـ A16، وأجهزة تانية هتنزل بالمعالج القديم اللي كان في الأيفون 13 الـ A15. معظم الناس اللي بتسرب معلومات عن الأيفون الجديد قالوا إيه؟ قالوا إن الأيفون 14 العادي هيجي بمعالج أبل القديم اللي كان في الأيفون 13 اللي هو الـ A15، أما الأيفون 14 برو برو ماكس هيجي بمعالج أبل الجديد الـ A16، ومعظم الأيفونات هتيجي بـ 6 جيجا رام بالنسبة لمساحة التخزين، فهيكون في 2 تيرا بايت في النسخة البرو والبرو ماكس. وبس كده، هي دي كانت كل المعلومات اللي انا جمعتها عن الايفون اللي هينزل في شهر 9 الجاي، صفحتين تقريبا كلها تسريبات. معظم التسريبات دي بتكون مؤكدة للأسف. انا شايف مفيش تطوير باين قوي غير في الكاميرات بس، بدل 12 بقت 48 ميجا بكسل، واللون البرونزي اللي شكله عجبني قوي، لكن كتغيير في الموبايل ذات نفسه شايف نفس الشكل تقريبا، نفس الروح، فبرضه مش ده اللي يخليني اتنقل من ايفون 13 لايفون 14. في ناس لها وجهه نظر مختلفه، ولكن دي وجهه نظري انا، شايف يعني حاجات بسيطه خالص اللي حصلت في الموبايل ما تستدعيش يعني، والسعر هيكون غالي طبعا لان زي ما انتم عارفين الازمه اللي عندنا. فيعني هنشوف المستقبل مخبلنا ايه. لحد كده يكون فيديو النهارده خلص. لو السلسله دي عجبتك هتضغط لايك، هتعمل سبسكرايب، هتقولي كومنت حلو، هتصلي على سيدنا محمد. اشوفكم في فيديو جديد. صباح الفل.